مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يوم جديد ولقاء يتجدد مع برنامجكم اللون الأخضر. ما فيش شك أن الحكومة المصرية اختارت البديل الأمثل والأفضل والأسرع لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة عن طريق طرح شهادات الاستثمار بدلا من الأسهم، لأن وسائل التمويل الأخرى كالأسهم والسندات والصكوك ممكن تكون مناسبة مع تمويل المشروعات التنموية اللي هتقام على محور قناة السويس الجديدة بإذن الله تعالى. هقول لحضراتكم ليه الحكومة اختارت شهادات الاستثمار وليه ما اختارتش الأسهم. أولا الحكومة ما اختارتش الأسهم لأن الأسهم للأسف ممكن تكون، طبعا ونظرا لحساسية مشروع قناة السويس الجديد، ممكن تكون الأسهم وسيلة خلفية لسيطرة بعض الشركات على مشروع قناة السويس الجديدة. أما الحكومة فضلت شهادات الاستثمار لأن المصريين عندهم دراية أو أغلبية المصريين عندهم معرفة بشهادات الاستثمار. أما الأسهم ممكن تكون مناسبة شوية بالبورصة، وكلنا طبعا مش بنلعب بالبورصة أو بنتاجر في البورصة، ولكن المصريين عندهم خلفية بشهادات الاستثمار. كمان شهادات الاستثمار ما بتشكلش عبء على الموازنة العامة للدولة، وكمان ليها ربح مهم جدا. الحكومة يمكن حددت 12% ربح على شهادات الاستثمار، ده يكون مناسب لكل المصريين، والميزة بتاعته ان هو سوف يزيد سنويا. عشان كده انا بدعو كل المصريين ان المشروع ده بتاعنا كلنا، عشان كده لازم اهم شيء نشارك ونشتري شهادات الاستثمار، خاصة ان الفايدة بتاعتها 12% كل 3 شهور، وده طبعا ربح مناسب للجميع. اتمنى يا رب كل المصريين ان هم يشاركوا في هذا المشروع، عارفين ان قناة السويس القديمة بنيت بدماء المصريين، اما قناة السويس الجديدة تبنى بسواعد المصريين المحبين لتراب هذا الوطن. والحقيقة منذ ان اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اشارة البدء في حفر هذا المشروع، ان المكان تحول لمزار سياحي وطني. يمكن انا كنت فيه اول امبارح مع محافظ شمال سيناء، بالامس كان مفتي الجمهوريه متواجد هناك، ده طبعا لمؤازره العاملين في مشروع القناه والشد من روحهم المعنويه. بنقول لهم احنا معاكم قلبا وقالبا، عشان ان شاء الله في الفتره الجايه كلنا علينا مسؤوليه بناء هذا الوطن. صباحكم زي العسل، نبدا اغنيه ونرجع نبدا مع حضراتكم ولفقرات برنامجنا اللون الاخضر.